يا أخيرا رجعنا البيت. تصبح على خير كاز. بس كده؟ عايز إيه؟ لا أنا مش عايز يعني، بس يعني أعتقد إن إحنا بقينا في حكم المرتبطين، ولا أنا فاهم غلط؟ فاهم غلط. لأنه حتى أمي ما بتعرف إنك لبسني الخاتم، على فكرة بدك ترجع تلبسني الخاتم قدامها مرة تانية. لو دي مشكلة وإحنا ممكن نكلمها في التليفون؟ والله. طب بس أنا كنت عايز أتأكد بس من حاجة. تصبح على خير. باي، أشوفك بكرة. سويت دريمز. ايه وحشتني بالسرعه دي؟ ما انا كنت قدامك. مفيش غريب بالبيت. غريب ازاي يعني؟ ما بعرف، بس انا كتير خايفه. بطلي بقى الحركات دي. طب ما تقلقيش ما تقلقيش، ايه دي بس يا اسف. انا قدام الباب. نايا سايب الباب مفتوح ليه؟ معناتها اكيد كان في حدا بالبيت بغيابي. ايه دي؟ في حاجه اتسرقت؟ لا. طب ايه اللي اداك الاحساس ده؟ كنت بالتواليت. وبعدين؟ وبعدين لقيت الفوطه معلقين بطريقه مش مثل ما انا معلقهم عاده. ايه دي بس يا حبيبتي؟ فوط ايه؟ مش فاهمك. فوط كانوا معلقين بنفس الطريقه اللي كنت علقهم فيها لما ايه؟ لما ايه انطقي؟ لما كنت عايشه مع عاصم. حبيبتي عاصم مات. انت ليه بتحاولي ترجعيه تاني؟ تعال شوف. وريني. شفت كيف؟ شكلهم حلو قوي، برافو عليكي. بس انا ما برتبهم هيك، لانه هيك بذكروني بعاصم. لا هي. عشان خاطري. اي حاجه تفكرك باي حاجه وحشه في حياتك الغيها. صدقني ما كانوا معلقين هيك بحكم العاده. حاولت تكوني فوضويه وما عرفتيش، فمن غير ما تحسي لقيتي نفسك بترتبيهم. يجوز. انا بقى حسبت لك ان مفيش حد دخل البيت ده غيري. يا اخوانا اللي هنا مفيش حد هنا؟ مفيش حد هنا، مفيش حد في السفرة. ألو؟ يا أولاد الحلال؟ الله، ده مفيش حد هنا. أهو، طمنتي؟ يعني مش عيب عليكي. جيبيني كده على ملا وشي وتقولي الفوط، فوط ها؟ قولي لي، قولي لي تعالى نام هنا، أنا جاي أنام هنا على طول. عايز تنام هنا ها؟ ايه مش تحت درجة؟ اكيد الكلام ده من قلبك يعني. طب ما تيجي نحجز اوضه في اوتيل كمان مش تحت درجة؟ يعني اكيد مش عايز اي حاجه يعني اروح خلاص. خليك لحظه. خلص كل شيء تمام الحمد لله. يعني مطمنه؟ محتاجه اي حاجه؟ طب يلا اي حد يسال عليا انا في اوضه النوم. ايه تعالى هون اقول لك. اسمع لك مش كده؟ باي. برضه ايه اقفل الباب احسن. يلا.